أهلا بحضراتكم من جديد. هنتكلم دلوقتي في عدد من الملفات والقضايا المهمة مع ضيفتي الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة الشباشي عضو مجلس النواب. أهلا بك يا أستاذة فريدة. أهلا بك. أهلا وسهلا. خلينا نبدأ من الحدث الأهم والحدث الأكبر النهاردة، وهو تسلم مصر لرئاسة قمة الكوماسا واستضافتها لهذه القمة على أرض مصر وفي العاصمة الإدارية الجديدة. شايفة إزاي الحدث ده النهاردة؟ يعني شايفة الحدث زي ما كل الدنيا وكل الناس الشرفاء شايفينه، إن دي بلد يعني بتمثل الأمل بالنسبة ل 21 دولة أفريقية. دي أول حاجة. الحاجة الثانية إنها بتعقد اجتماع، يعني في اجتماعات وفي رؤساء، يعني معناها إن كل دول واثقين إن هذا البلد بلد آمن، مهما تقالوا ومهما شنعوا أهل الشر ومهما قالوا، بس الواقع بيعمل إيه؟ أنا النهاردة لما أسمع إن في بلد فيها خطر أروح؟ طبعا ما اروحش، ما دام رحت يبقى انا واثق انها كويسه، يعني مطمن. الحاجه الثانيه ان ده يعني انا النهارده كواحده مواطنه يعني حسيت بفخر ان دي بلدي اللي فيه كل الزعماء دول وكل القاده دول وكل رؤساء المنظمات. يعني ما انت عارفه، لان في ناس اشتغلوا بالتلفزيون يعني بالكاميرات لانه عشان الظرف بتاع الكوفيد، فيعني تحسي إن أنت يعني محور، أنت دولة محورية، أنت دولة بتوعدي قارة أو جزء كبير جدا من القارة الأفريقية بالرخاء وبالتحسن وبالتقدم وبالخير. إحنا دايما أنا وأنت يا ريهام بنقول إنه الراجل ده بناء، يعني بتاع بنا. النهارده لما يجي يحط قدام الكوميسا كذا مشروع، من المشروع بتاع الممر ده من بحيرة فيكتوريا للبحر المتوسط، ده بيقول لك ده يعني هيجيب خير لكل الدول المشاطئة له، وكل يعني في كذا حاجة. انت عندك النهاردة خبرات في انتاج الأدوية وانتاج اللقاحات، عندك خبرات في المحطات الكهرباء، عندك في الحديد والصلب، عندك في حاجات كتير جداً. انت بتدي ده لافريقيا وافريقيا بتدي لك بالمقابل حاجات برضو، يعني في تكامل في المصالح، في تشابك في المصالح، في اهداف مشتركه اللي هي اهداف رفاهيه الشعب. الشعب في كل دوله من الدول الافريقيه النهارده لما الشعب يبقى كويس، طب ما هي هيبقى راضي عن حكومته وراضي عن قياداته وراضي عن بلده وغير مضطر للهجره الشرعيه وغير مضطر انه يبقى ياخد اوامر من الهجرة الشر والارهاب. لا ده غير يعني في كل حاجه، يعني كل حاجه هتبقى ايجابيه. فده الرئيس السيسي الحقيقه يعني النهارده بقى فيه شبه اجماع على انه هو ده دوره النهارده. تاثير اختيار العاصمه الاداريه كمقر لاقامه هذه القمه. الله. يعني شوفي اقول لك على حاجه، النهارده هو الدول دي كلها على فكرة النهاردة لو تحسي من كلامهم إنهم بيعتبروا مصر مثل، يعني مثال يحتذى، يعني حاجة جميلة. يعني النهاردة العاصمة الإدارية اتعملت في قد إيه؟ ده احنا على فكرة بنعيش حلم زي المعجزة، يعني اتعملت في قد إيه؟ والنهاردة كل الناس أشادت، أنا لسه ما شفتهاش بس كل الناس أشادت بجمال العاصمة الإدارية وبروعتها وبتنظيمها يعني ان هي دي هتبقى العاصمه المصريه الجديده فعلا، يعني باذن الله ان شاء الله. طيب شايفه ازاي نجاح مصر يعني فعلا في التقرب من الدول الافريقيه في عهد الرئيس السيسي؟ يعني احنا خلال هذه السبع سنوات الحقيقه مصر قطعت شوط كبير في علاقاتها بدول افريقيا يا استاذه فريده، بعد فتره ما كانش للاسف يعني الدور ده موجود. لا ده احنا قطعنا خالص معاهم، ده احنا ما كناش يعني ولا كأن احنا من القارة الأفريقية. الرئيس السيسي بيحط مصر في دورها، بيرجع مصر لمكانها ولمكانتها. مصر دولة مش صغيرة، مصر دولة محورية، مصر دولة في الإقليم وفي القارة وفي العالم. النهاردة اختلف الوضع خالص، ما بقاش في دولة قاعدة بتتفرج على اللي بيحصل حواليها، لا دي دولة بتساهم، دولة بتشتغل، دولة بتساعد، بتبني مع كل الناس. يعني فالنهاردة الحقيقة الانبهار
بتاع كل المشاركين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكمان شوقني أن أنا أروح أتفرج عليها بسرعة. طيب، من المواضيع التانية للمصريين، مش بس المصريين، العالم كله متشوق ليها الحقيقة جداً، هو افتتاح طريق الكباش، الحدث اللي العالم كله منتظر يعني ان هو يتم ويحصل، ومنتظرين ان احنا نتابع يعني هذا الحدث الجلل. أيوة. بتشوفي ازاي اهتمام مصر، اهتمام الدولة دلوقتي بتقديم حضاراتها المختلفة للعالم طبعاً، والاهتمام بيها وتطويرها وتجديدها وتقديمها بشكل مختلف؟ لانه الناس دلوقتي، القيادة اللي موجودة، الراجل اللي موجود اللي بيقودنا دلوقتي، بيحب مصر وبيحب تاريخها وبيفتخر بتاريخها. احنا شفنا ناس كانت بتعتبر الهرم اصنام، يعني لوثة. فالنهارده طريق الكباش ده في الاقصر ومعبد الاقصر، يعني شوفي بين الاثنين دول، النهارده كل التلفزيونات وكل الجرايد ووسائل الاعلام بتنتظر هذا الحدث، لان الحدث ده دول ناس كانوا موجودين هنا من أكتر من 5000 سنة، يعني من أكتر من 5000 سنة كان يمكن 3/4 العالم لسه ما يعرفش حتى يلبس، يعني إحنا دولة اتوجدت فتوجد التاريخ. ممكن نقول إن مصر بتعيد تقديم حضارتها للعالم مرة تانية بشكل يليق بمصر وبتاريخ مصر ومكانة أكيد مصر. أكيد أكيد، لأن مصر زي ما بقولك ده راجل فخور بتاريخ مصر، فخور بحضارة مصر، مش زي الناس اللي هي مش فاهمة يعني إيه حضارة ولا فاهمة يعني إيه وطن حتى. فأنت لما الوطن بتاعك يبقى العالم كله مبهور باللي كان بيتعمل فيه من آلاف السنين، طب أنت إيه ده؟ إيه ده؟ ده حاجة فعلا تدعو للفخر. يعني أنا دايما بقول لما لغاية النهاردة بكل وسائل التكنولوجيا وبكل التقدم العلمي اللي حصل، محدش عارف الأهرام اتبنت ازاي. طيب، بس احنا هنعرف في يوم من الايام ونعمل حاجه كده برضه ان شاء الله. طيب، خلينا نروح للمشروعات القوميه واصرار وحرص الرئيس دايما على الالتزام بالجداول الزمنيه وان هي تتم باسرع ما يمكن، ولكن برضه بافضل جوده يعني في نفس الوقت. هو الرئيس ده عنده حاجه كانت مفتقدينها في، مش بس في الزعامات، كنا مفتقدينها حتى في الناس العاديه كده، المتابعه. يعني انه بيطلب الحاجه او بيفكر فيها او بيحلم بيها، زي ما قال قبل كده انا بحلم بمصر، يعني هو بيحقق حلمه ان مصر تبقى عظيمه ومصر تبقى كبيره ومصر تبقى مشعه ومصر تبقى مظلله على الكل ومحتضنه الكل بحنانها وبحضارتها وبقيمها المحترمه. فالنهارده يعني اللي بيحصل ده يعني شيء بيدل على ان القياده يعني بتدور على كرامه الانسان، كرامته، انه لازم يتعلم، لازم يبقى يتعالج، لازم يشتغل. على فكره ان الواحد يكسب ويبقى مستقل اقتصاديا، ده معناها ان القياده في منتهى القوه، لانه ما بتخافش منه، بالعكس هي عايزه تقويه، هي عايزه تخليه يبقى عنده مشروعات صغيره ومشروعات متوسطه ومشروعات كبيره وابداعات لو يقدر، واختراعات بتساعده فيها. يعني كل حاجه بتحصل للمواطن المصري تقوده الى التقدم والى انه يتبوأ مكانه يستحقها، هذه القياده بتعملها، لان هي عارفه، القياده دي عارفه انه لما ده هتعمل كده في مصر الناس كل يوم بتحبها أكتر. بالتأكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا، أستاذة فريدة الشوباشي، الكاتبة الصحفية وعضو مجلس النواب. شكرا لك. شكرا. شكرا. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وأشوفكم إن شاء الله بكرة هكون معاكم موجودة في المواجهة. استنوني.